ريم أسعد، حنبلش من بداية استثنائية وهو حصولك على لقب ثالث أقوى سيدة عربية حسب مجلة Arabian Business. شو اللي بيميز ريم أسعد لتحصل على هيدا اللقب؟ هو الحقيقة أنه جاء مفاجأة في عام 2012، في تحديدا في جون 2012. كلموني، اتصلوا علي مجلة Arabian Business في دبي، وقبل هذه المكالمة ما كنت عارفة عن المجلة. فيبدو أن هي الببلشنج كومباني أو شركة النشر هي نفسها بتعمل نوع من التصنيفات على غرار تصنيفات فوربس والمجلات الكبيرة، بيصنفوا فيها أقوى الشخصيات، أكثر الشخصيات تأثيرا، أكثر الشخصيات ثراء وهكذا. فقالوا لي أنه حصلتي على يعني لقب من أقوى الشخصيات العربية تأثيرا، من أقوى 10. هم عندهم انيشلي 500 شخصية حاطينها في مختلف المجالات، فكلموني قالوا لي انه حصلتي انت على من 10 الاوائل اللي هم مدرجين في هذه القائمة، فنحبينك انك تجينا على دبي وتشاركي في الايفنت والكلام هذا. طبعا انا وقتها ما فكرت بالضبط ايش يعني ايش الفلسفة وراء الاختيار هذا نفسه، لكن هم يعني وضحوا لي، وانا كمان كنت عارفة بسبب حملة تأنيث الملابس النسائية اللي أقمتها في عام 2008. فرحت على دبي وعرفت، يعني كانت مفاجأة برضو، ما رضوا يقولوا لي إلى ليلة الاحتفال إنه أنا كان ترتيبي رقم 3. بس الأهم من كده إنه كان الconsequences أو النتائج المترتبة على هذا الترتيب أو على هذا اللقب كانت بعد كده فاتحة لأشياء تانية كتير. شو اللي غير التكريم بمسيرة ريم أسعد؟ هو طبعا أكيد كان في شهرة، بس يعني لو ما كان في عمل كأساس لهذا الشهرة، إذا لا قيمة لهذه الشهرة. يعني أنت عندك كثير مشاهير في العالم، فالسؤال هنا مش هو الشهرة، الشهرة هي مجرد عارض، لكن يجب أن يكون يعني تحتها عمل يفيد الآخرين، يفيد المجتمع، يفيد الطلاب، يفيد الاقتصاد، ايا كان يعني في اي مجال. عدا عن ذلك لا اعتقد ان الشهرة تكون لها قيمة، وبعدين تطفأ بسرعة، زي ما بتجي بسرعة بتنطفئ بسرعة. بينصب جل اهتمامك على الاقتصاد وعلاقته بالمرأة، فشو اللي بيخلي الاقتصاد نقطة مغرية او عامل جذب للنساء؟ هو الاقتصاد تخصصي انا، وانا من الناس المؤمنين بالتخصص. انا اللي حاولت هنا بحكم تخصصي وعملي في مجال اقتصادي ومصرفي لأكثر من 12 سنة أو 13 سنة، حاولت أني لا أحيد عن هذا المسار، ولقيت أنه في فراغات كثير ونقاط ضعف كثير ممكن أنه الواحد يعني يحاول أنه يبادر ويعمل فيها نوع من التطوير. وهذا اللي حصل. يعني لما تكلمنا عن حملة تأنيث المحال، بدأت في عام 2008، هي صحيح بدأت لهدف شخصي، يعني بدأت بسبب شخصي، زي كل السيدات اللي بيخشوا محل ملابس وبيضطروا انه يتعاملوا مع باعة رجال، فهذا كان موقف بتتعرض له كل سيدة. لكن الناتج كان في انعكاس اقتصادي ايجابي على جميع السيدات، المستهلك، العاملات، يعني توظفوا، بدأ انه يرجع نوع من التوازن ل اقتصاد البلد، من ناحية انه اصبح في اقل بطالة نسائية. انطلاقا من اهتمامك بالاقتصاد، كيف بتشوفي تأثير السعوديات على الاقتصاد والاستثمار، خصوصا انه في كتار بيشوفوهن قوة معطلة بالمجتمع؟ طبعا شوفي، الهيدلاينز هذه اللي بنقولها في الاعلام ما بيكون لها دلالة عميقة. يعني اليوم لما نقول هم قوة عاطلة في المجتمع، لا، هذا الكلام مش صحيح. هم عندهم أصول بنكية ومصرفية ومستثمرة بشكل إيجابي بتنمي الثروات. في نقطة أهم من هذا كله، يعني نحن كمجتمع لما تيجي من فترة حقبة السبعينات والستينات، كان مجتمع فيه شريحة صغيرة من الطبقة الثرية، من عندك شريحة صغيرة أيضا من الطبقة الفقيرة، وكان فيه شريحة معقولة من الطبقة المتوسطة. مع مرور الوقت ومع تنامي الاقتصاد ونمو الأعمال وكثرة يعني تدفق السيولة في البلد، أصبح هناك في نمو في الطبقة الثرية.
دائما هذا الشيء معروف انه لما بتتزايد او يتزايد حجم الطبقة الثرية بتكون على حساب طبقة اخرى. فاللي حصل عندنا صار فيه انكماش في الطبقة المتوسطة. لما تنكمش الطبقة المتوسطة بيحصل فيه خلل في الميزان هنا، لانه معروف انه الطبقة المتوسطة هي دعامة اي اقتصاد سوي او اقتصاد متوازن balanced. فنحن اليوم لما حصل فيه خلق وظائف لعدد كبير من السيدات، هؤلاء لا يعتبروا طبقة ثرية. يعني اكثر السيدات اللي بتعمل فيه كبائعة او كمحاسبة او غيره ليسوا اكيد من الطبقة المرفهة، هم محتاجين العمل. لكنهم في المقابل لو في مثلا نقول 90% او 80% منهم كانوا في طبقة محدودة الدخل او قليلة الدخل، اصبحوا الان في طبقة اقتربوا شوي من الطبقة المتوسطة، اتحسنت احوالهم المادية، اصبح عندهم قدرة انفاقية، قدرة قوة شرائية، اصبحوا هم يقدروا يتحملوا فواتيرهم، مصاريفهم اليومية، اصبحوا يساعدوا اهلهم. فهذا اصبح فيه انعكاس ليس فقط اقتصادي ولكنه انعكاس مجتمعي ايضا. كثير من التحاليل الاقتصادية والتقارير الاستثمارية بتحكي عن وجود اموال مجمدة بالبنوك، اموال كبيرة جدا وهي عائدة لسعوديات أحجمنا عن الاستثمار، وفضلنا أنه هن يخلوا أموالهم بالمكان الآمن، يعني بتحط مصرياتها بالبنك وبتجيب لها عوائد سنوية كتير كبيرة بدل من أنه هي تفوت بموضوع الاقتصاد والتجارة والاستثمار وهيدي القصص كلها. على الرغم من أنه هذه الأموال لو تم استثمارها هي كفيلة بإحداث نقلة نوعية بالاقتصاد السعودي. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه يحجمنا السعوديات عن الاستثمار؟ هو ايضا هذا الكلام يعني برضو يبغى له شويه توضيح. السيدات السعوديات لا يحجمنا عن الاستثمار بحكم عملي. اكثر الاموال الموجوده في البنوك او جزء كبير منها لا يقل عن 40-50% مستثمر، ولكنه يستثمر في أصول مالية أو أوراق مالية مثل الأسهم، السندات، صناديق الاستثمار وغيره. هذه الأدوات المالية أو الأوراق المالية بطبيعتها لا تنعكس إيجابا على المجتمع نفسه، ما لها إنعكاس إيجابي. فدائما نسمع إنه الإعلام يترجم وجود الأموال المعطلة في البنوك، وهي ليست بالفعل معطلة، هي بتستثمر، لكن اللي بتسويه هذه الأموال إنه هي بتزيد صاحبات الثروات ثراء، وليس بالشرط أنها بتنعكس على الاقتصاد. الدور الطبيعي للمال في أي مكان في أي بلد يكون إنه يكون يساهم في دورة الاقتصاد. يعني اللي يكون عنده فوائد مالية بيضخها في الاقتصاد، بيشغل ناس، الناس اللي بتشتغل بيكون عندها فلوس أكثر وترجع تنفق أكثر، وهكذا اسمها دورة المال. اللي بيحصل ربما قد يكون أطلقوا عليه لقب معطل إنه هو قاعد في البنوك. البنوك بتستفيد منه بوجه أو بآخر لأنها بتستثمره بطريقتها. أو لو كانت صاحبة المال واعية أو عندها معرفة مالية إيش بتسوي، هي تقول أنا أستثمر بطريقتي، يا تشتري في أرض، يا تشتري في ذهب، يا تشتري في أي مصوغات أو ممتلكات وتستثمره لصالحها هي. اللي بيصير هنا انه عندك عزوف اجمالا عن استثمار هذه الاموال في مشاريع تنعكس ايجابا على المجتمع. فتلاقي تحصلي مثلا كثير من السيدات استثمرت حطت في بوتيك، او استثمرت حطت في صالون نسائي، او في مشغل نسائي او ما شابه. يعني كل هذه المشاريع النسائية اللي شفناها على مر 3-4 عقود أسهمت قليلا في إشغال نسبة من البطالة النسائية، لكن أكثر الإشغال هذه كان جاء من عاملات وافدات. فكان الانعكاس أيضا على بنات البلد ما هو بقيمة ما كان في قيمة مضافة على السيدات اللي بيشتغلوا. إذا عندنا إحنا هنا معضلة غريبة، عندنا أموال جالسة في البنوك وبتستثمر لصالح صاحباتها، لكن في نفس الوقت ما عندنا انعكاس ايجابي على المجتمع، وهو هذا الصحيح. طبعا احنا ما هنا المشكله هذه مشكله متفرعه كثيره، لانه يحتاج مشرعين، يحتاج بيئه
جاذبة للاستثمار. أغلب السيدات يقول لك طيب أنا كيف تبغيني أعمل مشروع مثلا يفيد البلد، يعني أستثمر في إيش مثلا، مصنع؟ إحنا دولة ليست صناعية، أو الصناعات اللي عندنا صناعات بترولية أو بتروكيميكال، وهذه اختصاص الدولة ومقتصر على الدولة. فماذا تبقى؟ إيش ممكن تستثمري في قطاع السياحة؟ قطاع السياحة عندنا لازال محدود وضعيف. قطاع الرياضة شبه ميت. طب فين يستثمروا؟ فين هيحطوا فلوسهم؟ هذا السؤال. تفتح مشروع، مشاريع اللي عندنا في قطاع الأغذية، المطاعم، الصوالين النسائية، وزي ما قلت لك أكثر العاملات وافدات لقلة تدريب الفتيات السعوديات. طبعا أنا بتكلم الآن الأوضاع بتتغير شيئا فشيئا، فعندك مجموعة من العوامل خلت السيدات صاحبات الثروات يعزفوا عن الاستثمار في قطاعات إيجابية تنعكس إيجابا على نسبة التوظيف في البلد. إضافة إلى ذلك أكثر السيدات اللي عندنا صاحبات رؤوس الأموال لا تفقه في الصناعة ولا تفقه في السياحة ولا تفقه في الرياضة، فما تقدر. أضيف إلى ذلك صعوبة الحصول على تراخيص، فأنت عندك جملة من المعوقات. ريم، يعني بنلاقي أنه في قوانين مثلا تفرض على النساء في السعودية، مثلا مثل موضوع الوكيل الشرعي، يعني المرأة عندها هوية وطنية ولكن بنفس الوقت ما زال بحاجة إلى ضامن أو إلى الوكيل الشرعي أو إمضاء يؤكد على إمضاء المرأة. طيب هيدي الأمور كلها في كتار بيقولوا أنه هي أحد أسباب عدم دخول المرأة بشكل قوي بالحياة الاقتصادية. طب ليه ما نشغل على تغيير هذه القوانين؟ ليه ما نشغل على تغيير هذه الأفكار؟ ليه ما نشغل على تغيير هذه المنظومة حتى تنخرط المرأة أكثر يعني ونشجعها أنه هي تفوت بالحياة الاقتصادية في السعودية؟ والله هي ولو جات على مسألة الوكيل الشرعي هذه واحدة كمان من المشاكل اللي هي تعتبر بسيطة نسبيا. الآن أنت اليوم بتتكلمي على طبقات من الثروات، يعني السيدة اللي هي عندها ثروات ضخمة فوق 100 مليون مثلا وحبت انه تستثمر، ما عندها مشكلة تجيب وكيل واثنين وثلاثة. تيجي انت للطبقة اللي هي اقل في الثروة لكن حابة انه تخدم، حابة انه تستثمر الاموال بشكل نافع وبشكل ايجابي على التوظيف. لاحظي احنا كلنا بندور في حلقة التوظيف، لانه في النهاية الهدف من دورة المال ايش؟ انه تخلق وظائف، والوظائف هذه حتعمل قوة شرائية زي ما أنا قلت لك من شوية للسيدات، وحتخلق جيل من السيدات اللي هم فهمانين واعيات وعندهم مدخرات، وهم حينجبوا جيل آخر أيضا متفهم لعمل المرأة واوا. فهي سلسلة يبغى لها عقدين من الزمان لكن أيضا يبغى لها رأس مال. تيجي للطبقة الثانية من الثريات أو السيدات صاحبات رؤوس الأموال، هذولا ربما عندهم رؤوس أموال لكن ليس عندهم القدرة المالية أنه يطيروا نص صاف، أنه تحط هذا في وكيل وهنا في واحد محامي وهنا في إيش، فتضطر أنه تعمل بعض الأعمال بنفسها. تبغى تفتح مشغل، محل ملابس، أو الأشياء اللي هي ما زالت إلى يومك ده متاحة للسيدات دون غيرها. طبعا لما يجي الوكيل، الوكيل يبغى أجره لأنه ما حيفرغ نفسه ويشتغل بشكل مجاني، هذا رزقه هو. في نفس الوقت قد لا يكون الوكيل هذا على قدر من الهمة والنشاط، قد يكون نيته مش صافية، مجرد انه يبغى يعني يخلص وياخذ اجره وما له شغل بمصلحة العمل. قد تكون هي لا تفقه فتوكل من لا يفقه. طبعا الوكيل الشرعي هذا انا مفهومه بالنسبة لي وبالنسبة لنساء كثيرات مفهوم باطل من الاساس، لانه طالما هي المرأة بالغة وعاقلة ومؤهلة ذهنيا وعندها قدر من التعليم وعندها رأس مال، فمن المفترض انه شرعا وحقا تكون هي مسؤولة عن مالها، وهي لها الحرية في التصرف في اموالها وادارتها وادارة ما يناسبها من عمل. ما لا يصح انه انا وضعي واموالي اسلمها لشخص، حتى لو كانت الوكالة محدودة، حتى لو انه وكيل بس مجرد عشان يروح يستخرج رخصة، او وكيل عشان يروح يخلص لي مثلا تعقيب في المطار او ما شابه. الان في توجه ان تكون الحكومة الكترونية مثل ما هو الحال في دبي. دبي خلت الحكومة الكترونية ليش؟ عشان ما نضطر نحن نلجأ لوكيل وشخص ينوب عني في ذلك او ذاك. في محاولات من
الأقسام النسائية في الغرف التجارية وبعض الناشطات و في إلغاء دور أو أهمية الوكيل الشرعي هذا، بحيث أنه المرأة تخلص أمورها بنفسها. كثير في الإعلام يعني عندهم تخوف مبالغ فيه. في مجتمعنا نحن بالذات المعارضة على تمكين المرأة أكثر من المجتمعات الثانية، هذا شيء معروف. ريم، من أحد الأمور اللي هي ضوت على اسمك وهيك أبرزته ووضعته تحت الضوء هو إطلاقك لحملة تأنية المحلات النسائية بالسعودية. هل كان هدفك من هيدي الحملة هو إيجاد فرص عمل لنساء وفتيات ينتمين إلى الطبقة يعني ما بدي المتوسطة، هي أقل من المتوسطة والفقيرة، ولا انه انت كان همك انه انت تدفعي النساء الى المجتمع، تدفعي المجتمع الى الاعتراف بالنساء كقوة فاعلة مقابلة للرجل؟ شو كان هدفك من اطلاق هذه الحملة؟ الهدف الرئيسي كان هو ابعاد الرجل عن مجال نسائي 100%. لكن بعد تقريبا شهرين تفتقت فكرة يعني انه حيكون في الانعكاس الايجابي، هذا اللي هو الجزئيه الاولى، الانعكاس الايجابي على اقتصاديات المراه. وزي ما نحن شفنا يعني اعتقد الاعلام مليء والتصريحات اللي من وزاره العمل يعني تدل اكثر من كلامي على عدد النساء اللاتي يعني تمكنا من شغل هذه الوظائف في المحال، محلات الآن أصبحت يعني هي بدأت بالملابس النسائية الداخلية وبعدين امتدت للملابس العادية وبعدين المكياج والعطور وبعدين الآن أصبحنا نشوفهم في محلات المفروشات وفي مختلف المحال. طبعا هذا يعني ناهيك عن الوظائف الخلفية اللي بيقولوا الباك أوفيس أوبريشنز، تكون كالمحاسبة، مش الكاشير، المحاسبة الداخلية للمتجر أو للمحل، الإدارة اللي هي الانفنتوري أو الجرد، هذه الأمور كلها. فأنت بتتكلمي عن آلاف الوظائف، هذا نقلة نوعية لأنه الانتقال فيها مش لسيدة أو اثنين زي ما كان زمان لو كانت واحدة سعودية تشتغل بس ميك اب ارتست أو صانعة ملابس. لا، أنت بتتكلمي على أعداد كبيرة من النساء اللاتي ليس بالضروري يكونوا متخرجات من الجامعة. يعني هذه الوظائف ما تحتاج تعليم عالي، تحتاج تعليم قد ممكن تشغلها سيدات بتعليم متوسط. فانت كده حليتي إشكالية لشريحة كبيرة كانت تنتظر العمل وما كان في مجال لعدة أسباب. الانعكاسات هذه إيجابية بما لا شك فيه، مهما حاول بعض المشككين الطعن في صدق او في صحة هذا الانعكاس الايجابي. اليوم لما يكون عندك شريحة الاف عشرات الالاف من السيدات عندهم قوة شرائية بعد ما كانوا في يوم من الايام لا عندهم معاش شهري ولا عندهم تأمين صحي ولا عندهم تقاعد ولا عندهم اي نظرة للمستقبل، مجرد انه تستنى انه ربنا يفرج عليها ويجيها رجل يتزوجها عشان هو يتحملها ماليا. فانت بتتكلمي هنا على نقلة نوعية في مجتمع، طبقة كاملة طفت من تحت الأرض إلى فوق الأرض، أصبحوا يخرجوا يوميا في التزام في العمل، عندها أوقات الترفيه محدودة، مو زي أول كانت تجلس على التلفزيون طول الليل والنهار، هذا لو كان عندها تلفزيون أو على الجوال. أو انت تخيلي حياة الفراغ هذه مدمرة، مدمرة تماما للكبار فما بالك للشباب. ريم، مين واجهتي لما أطلقتي حملة تأنية المحلات النسائية؟ هل هن المتشددين اللي هن ربما رافضين نزول المرأة إلى مش ما بدي أقول سوق العمل ولكن أماكن قد يكون فيها شبهة اختلاط بالرجال، أم واجهتي نساء هن أصلا رافضين هيدي الفكرة؟ شوفي، أنا شخصيا كقائدة حملة ما لم أواجه مشاكل تذكر صراحة. كثير في الإعلام يعني عندهم تخوف مبالغ فيه من موضوع المتشددين أو موضوع الناس المعارضة للفكرة. لا شك أنه أي فكرة أو أي تغيير مجتمعي في معارضة، وهذا مش بس في المجتمع السعودي، في أكثر المجتمعات. في مجتمعنا نحن بالذات المعارضة على تمكين المرأة
أكثر من المجتمعات الثانية، هذا شيء معروف. أكيد كان في معارضين، لكن لم تكن حدة المعارضة شديدة لدرجة أنه توقفني عن المواصلة، بل بالعكس كان في تشجيع رائع من المحيط اللي حولي، لأنه أنا كنت داخلة بقوة في هذه الحملة، وهذه الحملة ما كان مخطط لها من الأساس. يعني هي كانت موقف صار في محل كنت غاضبة بعده، وأطلقت حملة على الفيسبوك. لم أتخيل في يوم إن هي حتصبح حملة على مستوى وطني. والأجمل إنه لما جات وزارة العمل في عام 2011 وأعلنت رسميا إنه حيتم تأنيث المحال، خلاص أنا كده انتهى دور الحملة. الحملة كان الهدف منها إنه توعية المجتمع وتوعية المستهلك بالدرجة الأولى، المستهلكات بحقوقهن. يعني أنا مو ملزومة إني أنا أدخل محل وأتكلم في تفاصيل حميمة مع رجل أجنبي. هذا شيء، يعني تصور إنه الآن رجل يدخل محل نسائي ويتكلم عن تفاصيل وهي تبيع له ملابس رجالية وحيتكلم معها على تفاصيل، وما بالك عاد ملابس داخلية كمان. أنت لو تعكس الآية تشوفي فداحة الأمر. بس إحنا عشان تقبلنا هذا الموضوع من عقود أصبح الأمور غير اللائقة، أصبحت مقبولة عندنا. فالآن عندك المجتمع الدولي لما كان يلاقي أنه السيدة مثلا كانت تشتري ملابسها من رجل يستغرب، يقول كيف؟ لأنه هو ينافي المنطق. لما كان مثلا يلاقي أنه السيدة مسموح أنه تركب وتختلي برجل أجنبي في السيارة وما تعرفه ويسكن في بيتهم لمجرد أنه سائق، لكن هي ما تسوق لحالها مع أولادها، يقول لك كيف؟ لكن احنا تقبلناه. فالنقطة هنا ان احنا كمجتمع تقبلنا امور لا منطقية كثيرة على مدى عقود. الان اللي بيحصل الان is restabilize او restabilizing، يعني اعادة توازن، rebalance في المجتمع ككل. شيء طبيعي انه حيكون عندك معارضين، المعارضين اللي هم لاسبابهم سواء كانت منطقية او لا. شيء طبيعي انه يكون عندك معارضين لان هم مستفيدين من الوضع الراهن. مثلا عندك اصحاب المحال اوريدي كانوا عندهم عمالة وافدة بكميات رهيبة في البلد من جميع الدول العربية والأجنبية، وكانوا بيعملوا في هذه المحلات. كان ضرر عليهم لو فجأة قلنا لهم استبدلوا، وخاصة انه الوزارة قالت حنؤنث وحتكون الكفاءات اللي بتعمل سعودية. السعودية طبعا حيكون عقود عملها مختلفة. المهم جم التجار حسبوها وقالوا انه لا، هذا كلفة علينا. انا المعارضة اللي جاتني حقيقة في اول الحملة كانت معارضة من التجار، وليس من المتشددين، وليس من فئات اخرى، لانه هذا كان فيه نوع من الربكة او الارباك لمصالحهم او الارباك للوضع الراهن، هم ما كانوا يبغوا كده. لكن المفارقة انه لما جات اعلنت وزارة العمل عن تأنيث المحال كانوا هم اول المباركين لهذا القرار. الحمد لله يعني في النهاية وصلنا للنتيجة المطلوبة. التأنيث نفسه كمراحل تنفيذية الوزارة كانت مخططة انه حيقوم على مراحل وقسمتها واعلنت عن هذا التقسيم، لكن الخبر جاء فجأة. لاني انا اذكر جيدا انه كان في اول ربع من عام 2011 كنت باستعد لاطلاق مطالبة المقاطعة. يعني انا كانت منهجيتي في الحملة انه مش بس توعية المجتمع باهمية التأنيث، ولكن كنت أطالب المستهلكات بمقاطعة المحال التي يعمل بها الرجال، لأنه الضرر المادي اللي حيحدث المقاطعة للمحال ربما يجبر أصحاب هذه المحال على إعادة التفكير في الممارسات التجارية حقتهم. رين، كلنا بنعرف الاختلافات المناطقية بين أماكن مختلفة بالسعودية، يعني ما يمكن قبوله في الرياض لا يمكن قبوله في الطائف لا يمكن قبوله في جدة، ربما يكون مقبول في أبها، ربما يكون مرفوض يعني بالقصيم. أنت برأيك أنه العمل على حملة تأنيث المحلات النسائية اختلفت وتيرته بين منطقة جغرافية وأخرى؟ يعني اشتغلتوا عليها بالرياض بطريقة واشتغلتوا عليها بجدة بطريقة تانية بسبب العامل الجغرافي، بسبب طبيعة الناس اللي موجودين داخل هذه المدن؟ أنا الحقيقة ما رحت وأقمت أي نوع من الحملة أو نشاط الحملة في الرياض. أنا كان كل نشاطي متوجه من جدة، بس لأنه الحملة كانت إلكترونية بطابعها، يعني ما كان في أول شيء الحملة ما هي مدعومة ماليا من أي جهة كانت،
الشيء الوحيد اللي جانا فيه دعم مادي كان بمقدار 40,000 ريال من واحد متطوع علشان نقيم دورة لتدريب 26 سيدة على فنون إدارة المحل النسائي. وجوم 26 سيدة حضروا من مختلف الأعمار، لن تتصوري، من مختلف الأعمار، مختلف الطبقات ومختلف الخبرات، جوم عشان هم يبغوا يتعلموا عاملات في الحصول على وظيفة في هذه المحلات. وبعضهم كانوا عاملين في المنطقة الصناعية، يشتغلوا في المنطقة الصناعية، كانت حالتهم المادية أقل من ضعيفة، لدرجة أذكر مشهد لن أنسى. جاتني وحدة في نفس أول يوم التدريب وكان عندها جرح كبير في رأسها ودوبة حاطة عليه الضمادات، فسألناها إيش فيكي؟ قالت أنا دوبي سويت حادث. فرحت خيطنا الجرح وجيت على هنا عشان ما يفوتني الدورة. وكانت أم، واضح أنه هي كانت في أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات، وكانت تأمل بعد هذه الدورة أن تحصل على عمل في إحدى هذه المحلات، لأنه هذا الأمل الوحيد اللي كان أمامها. طبعا مثل هذا الموقف لن يتخيلوا اللي هم جالسين في بيوتهم مرتاحين أو أصحاب المحال، لن يتخيلوا الأثر الإيجابي على مثل هذه النساء اللي هم كانوا محتاجات. وبالتالي أنا ما رحت، يعني النشاط حقها ما امتد يعني للرياض والشرقية عن طريق أن أنا أذهب وأروح وألقي خطب وكلام زي كده، كانت 100% إلكترونية عن طريق الفيسبوك. وكنت بأطلب من، أنا ذاك كنت أنا بدرس في كلية دار الحكمة، الآن جامعة دار الحكمة أصبحت، كنت بدرس المالية والعلوم البنكية، وطلبت من الطالبات أنه يحاولوا أنه يوزعوا هذا خبر الحملة هذا على أكبر قدر من صديقاتهم، ويكون عندنا في دعم مجتمعي كامل، لعل وعسى لما تزيد المطالبات وتزيد المقاطعة يصبح فيه الضغط على التجار. فبس عندك القطبين، كانوا التجار والمجتمع، وأنا كنت أمثل المجتمع. في 2011 جات وزارة العمل طالعتني الجرائد في يوم كده، كنت بستعد للمقاطعة الثالثة، كنت كل فترة أطالب بمقاطعة. فجات وزارة العمل قالت رسميا تأنيث المحلات، وكان أتذكر أعتقد أنه كمان خليت قصاصة من الجريدة فيها، لأنه كان بالنسبة لي كمجهود 3 سنوات، وما كنت عارفة يعني عادة أن أنت لما تشتركي في بروجكت أو مشروع أو يعني يتطلب مجهود معين بتكوني عارفة النتيجة، تكوني عارفة أنه يكون سنة سنتين 3، هذا ما كان معروف، لأنه أنا كنت هنا أمام جهات تشريعية اللي هي الوزارة، متمثلة في الوزارة، ومن يعرف هل هم حيدعموا هذا التوجه ولا لا، وأمامي من ناحية تانية التجار. فأنا كان هنا مخاطباتي كلها مع التجار. ريم، لما بنطلع على الصحف السعودية بنلاقي أن القاسم المشترك بينهم كلهم هو انتقاد وزارة العمل، ما بدي أقول انتقاد ولكن هو توجيه ملاحظات على أداء وزارة العمل في السعودية من خلال تحقيقات، من خلال تصريحات، من خلال مواقف، من خلال بعض الشكاوى. أنت من خلال عملك على حملة تأنيث المحلات النسائية كيف لقيتي التعاطي مع وزارة العمل وتفاعلها مع هذه الحملة؟ وقديه انت بتوافقي على فكرة انه من ابرز الانتقادات التي توجه الى وزارة العمل في السعودية هو بطء اتخاذ القرارات؟ الوزارة لم تتفاعل معي نهائيا في حملة تأنيث المحال، والى اليوم لم يجي اي اعتراف لا ضمني ولا رسمي انه كان للحملة او المطالبة الاجتماعية دور في تأنيث المحال، لذا انه في هنا في نوع من الفجوة. لكن بصرف النظر يعني في النهاية وصلنا للنتيجة المرجوة، والوزارة كانت توصف فعلا بالبطء والبيروقراطية من قبل أن يأتي المهندس عادل فقيه الوزير العمل الحالي الذي أحدث تغييرات الحقيقة ملحوظة، وهي set the standards، يعني وضع زي ما نقول مقاييس استرشادية لم تكن موجودة سابقا في سرعة تفاعله مع الجمهور، تواصلوا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، استماعوا لطلبات
المجتمع والمستهلك و فأعتقد أنه هو أحدث نقلة نوعية في الوزارة وأدائها. أعتقد أنه أصبح في نقلة نوعية في وزارة العمل، لم نصبح يعني زي ما تقولي شايلين هم إحداث تغييرات كما في السابق. يعني زمان كنا نشوف كأنه حائط، جدار طويل ما نقدر نخترقه، الآن لا، أصبح في شفافية، أصبح في سرعة في التفاعل، أصبح في تواصل. إذن شفافية وسرعة في الأداء وتواصل، هذه كانت أعمدة رئيسية غائبة في السابق، أو على الأقل حتى لما 2005 يعني يجدر الذكر أنه قرار تأنيث المحال هذا هو قرار موجود أصلا، مقرر من مجلس الوزراء رقم 120 المادة الثامنة تنص صراحة على أنه المرأة تعمل فيما يخص المرأة. فلما أنا أقمت الحملة في عام 2008، لو تشوفي حتى تدخلي على صفحة الحملة في الفيسبوك ما زالت موجودة، بنقول نحن نهدف إلى تفعيل الحملة، هذه كانت تهدف إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 المادة الثامنة، وعملت إلى أن جاءت الوزارة وفاجأتنا بهذا القرار السار. لما كنا في الأول أنا قابلت سيدات كثير كانوا يقولوا لي إيش يعني لو أنا ما تفرق معي أنه يبيع لي واحد رجل، وفعلا كانوا صادقين. يعني هي فعلا أصبح عندها نوع من التبلد لدرجة أنه مو فارقة معاها وبتشتري وأخذ راحتها. وبعضهم يعني لو فرضنا انه مثلا حتى لو جينا من ناحية دينية، بعضهم كانت السيدة بتدخل المحل بكامل حجابها، يعني تماما سواد، متشحة بالسواد، وبتتكلم مع رجل، وهذه انا رأيتها لم اسمعها، رأيتها مرارا وتكرارا بتتكلم مع رجل في تفاصيل حميمة، ليس انه هي تبغى تتكلم في تفاصيل حميمة لكنها بتناقش المنتج. الخطأ لا منها ولا منه، الخطأ من انه كان الوضع قائم تشريعيا كان خاطئ، فنحن مجرد حاولنا أن نصلح العامل التشريعي ده اللي ما كان مظبوط. ريم، من خلال عملي بالميديا السعودية لفترة كتير طويلة واشتغالي بالصحافة والتلفزيون على قضايا سعودية اجتماعية، ومن بعد لما رجعت رحت على السعودية وكتبت كتاب حول هذه التجربة اسمه 90 يوما في السعودية، ولما حكيت مع الناس وسجلت ما قالوه لي، كان العامل المشترك او اذا بدك الجمل المشتركة بين كل القضايا او بين كل الحكي هو فكرة الاختلاط. انطباعي المتواضع وانطباع الكثيرين انه هيدا الموضوع يشكل هاجس ما داخل المجتمع السعودي، او خلينا نقول نقطة جدلية، يعني هي كمان في حوارات كثيرة تفتح حول هذا الامر. انت قديه برايك بتلاقي انه الاختلاط يلقي بظلاله على تحقيق قفزات نوعيه سريعه داخل المجتمع السعودي؟ يعني انا اعتقد انه حكايه الاختلاط هذه لفظ اصلا لم اسمعه الا منذ بدايه الثمانينات. انا لما كنت صغيره ما كنا نسمع كلمه اختلاط، هذه هو لفظ مستحدث. هو الاختلاط كان موجود من البيت الحرام إلى الشارع إلى الأسواق إلى المستشفيات، اللهم القطاع التعليمي هو منفصل، لكن الاختلاط موجود. الآن لم أدري ماذا تغير، أنا ماني شايفة أنه في شيء تغير. هل مجرد أن السيدة بدل ما تصير مشترية أصبحت بائعة صار فيه اختلاط؟ هي نفسها، هي بتروح السوق anyway، مجرد أنه صار هي بتبيع لسيدة زيها. فأنا أعتقد أنه حتى موضوع الاختلاط هذا لا يستحق المناقشة في نظري. السيدات أكثرهم 90% منهم يجهل التصرف في أمواله بشكل ينمي هذه الأموال. أنا أدخل محل وأتكلم في تفاصيل حميمة مع رجل أجنبي. تعمل ريم أسعد على تمكين المرأة في المجتمع السعودي، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ التمكين الاقتصادي، يعني أنا إن شاء الله عندي مشروع مقبل انه نبدا في توعيه المراه ماليا. الان اصبح عندنا جيل كبير نسبيا من السيدات اللي هم اصبح عندهم ممكنات ماليا. يعني ايش ممكنات؟ اصبح عندهم معاش، رواتب، اصبح عندهم تقاعد، اصبح عندهم تامين، فاصبح عندهم قوه شرائيه بمختلف طبقاتهم. في اللي معاشه اقل شيء ادنى شيء 3000 ريال،
وفي معاشاتهم تصل إلى 60 و70 ألف ريال. لاحظت أنه العامل المشترك ما بين أغلب السيدات هدول هو عدم قدرتهم وعدم معرفتهم بإدارة هذه الأموال. طب اليوم لو أنا معايا فائض 20-30% من راتبي، مش معقول، لا يعقل أني حأصرفه كله. طب إيش أسوي به؟ حاورت أنا سيدات كتير وقمت بعمل استفتاءات واستبيانات، يعني كده على حجم صغير، عينات في حدود المئات. لقيت أنه فعلا السيدات أكثرهم 90% منهم يجهل التصرف في أمواله بشكل ينمي هذه الأموال ويصبح كافي لهم بعد التقاعد. هذا كان عامل مشترك، وهذا اللي إن شاء الله أطمح أنه يتغير أيضا تدريجيا. ريم، يعتبر العام الماضي وهذا العام وربما العام الذي قبله كمان بأنها أعوام النساء في السعودية، عصور النساء، خصوصا بعد ما فاتت 30/6 إلى مجلس الشورى. بعد عام من دخول هؤلاء النسوة إلى مجلس الشورى لأول مرة بقرار تاريخي من خادم الحرمين الشريفين، كيف بتقيمي هذه التجربة؟ شو بتحكي عن الإنجازات؟ هل في إنجازات فعلية لهؤلاء النساء؟ والله هو طبعا التجربة جديدة، تدريج دخول المرأة في مواقع صنع القرار وتشكيل القرار تجربة جديدة. ونحن في السعودية عندنا أعداد كبيرة جدا من السيدات متعلمات وقادرات على اتخاذ قرارات جريئة والمشاركة في صنع القرار. طبعا يعني كانت الخطوة يعني غير مسبوقة وغير متوقعة، بحكم أنه والدنا خادم الحرمين الشريفين كان رجل حقيقة صدق لما قال أنه المرأة أمي وأختي وزوجتي وابنتي، وفعلا أثبت كلامه بالفعل، مكن المرأة بقدر الاستطاعة وحط 30 سيدة أو ما يشكل تقريبا 20% من أو ربما أكثر من جميع أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات والكوادر النسائية المؤهلة فعلا. فهذه نقلة أيضا نوعية، مجرد دخول المرأة في دائرة صنع التشريع كسر رهبة وحاجز نفسي من زملائها الرجال، خاصة الرجال اللي كانوا لا يتقبلون وجود المرأة. وإذا سألتيني هل ما زال هناك عقبات أو تحديات؟ نعم كثيرة، لكن لازم حيكون في بداية لكل شيء، ونحن هنا في البداية. فلا أستطيع الحكم على نجاح أو عدم نجاح التجربة، لكن أنا برأيي أن هي تجربة إيجابية بكل المقاييس. ولكن إحنا مر علينا الآن فقط سنة، ويبدو لي أنه حقيقة بعض العضوات في الشورى قائمات يعني بمجهود جبار في محاولة كسر تابوهات أو على الأقل تقريب وجهات النظر بين الجنسين وتكسير المخاوف هذه، القضاء على المخاوف أو الرهبة اللي كانت يعني متعلقة بقضايا من نحن صغار نسمع عنها، إن كانت قيادة، إن كانت دخول المرأة في قطاعات جديدة، إن كانت مثلا وكيل، أو إن كانت مثلا عنف ضد النساء والأطفال. هذه كلها قضايا ما كنا أصلا نسمع فيها، يعني ما كنا نتكلم عنها براحة في الإعلام، فما بالك الآن أصبحت المرأة تناقشها في مواقع صنع القرار والتشريع. فهذه لوحدها خطوة مرة إيجابية. تعلنين تأييدك لقيادة المرأة للسيارة في السعودية، بس في أخريات في السعودية يا ريم بيعتبروا أنه موضوع القيادة هو موضوع يعني ربما يأتي في مرحلة لاحقة، لأنه المرأة السعودية عندها من الهموم والشجون التي تعتبرها أولوية قبل موضوع أنه هي تسوق سيارة. أنت كيف بتردي على هذا الكلام؟ أعتقد أنه سؤال جيد. شريحة واسعة هنا من المعارضين لقيادة المرأة يقولوا لا في قضايا أولى. أيوة طبعا في قضايا أولى، لما نيجي نقارن هل العنف ضد المرأة وضد الطفل، حياة المرأة وحياة الطفل أهم أو أنها تقود سيارة؟ أكيد طبعا هناك أولويات، لكن كثرة التردد وكثرة التخبط في تحديد إيش الأولوية حبط كثير من المجهودات اللي سائرة في طريقها قدما. اليوم
أضعنا كثير من الوقت وكثير من الجهد في مناقشة طب إيش الأول، العنف ولا المحرم الوكيل الشرعي ولا قيادة المرأة، ولا أضعنا كثير من الوقت في الجدل الذي لا طائل منه. أنا أعتقد الصحيح إنه كل واحدة من المبادرات هذه تكون قائمة بذاتها ويعمل عليها مجموعة فوكس أو فوكس جروب تعمل على هذا المشروع. يعني قيادة المرأة للسيارة، في مجموعة من السيدات يقولوا نحن حنتولى توعية المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ونحاول ندفع بالموضوع أو ندفع بهذا القرار قدما إلى الأمام. تيجي مجموعة تانية ماسكة مجموعة العنف ضد النساء، وهناك عندنا كفاءات كبيرة نسائية في مجال علوم الاجتماع وعلم الجريمة وعلوم النفس والسايكولوجي، ماسكين أيضا هذه المواضيع. قضية مثلا سفر المرأة أو عمل المرأة أو علاج المرأة، لو كل مجموعة عندها الإيمان بالقضية مسكت قضية واحدة واشتغلت عليها في نفس الوقت، أصبح المجهود هنا موزع وأصبح في وعي وإدراك مجتمعي بأهمية جملة من القضايا، وأصبح يقل الجدل والخلاف على إيش الأهم. باطل جدا أني أقول القيادة أول، كلها قضايا مهمة. نعم القيادة مهمة، لأنه لما عندها سواق واللي ما تقدر تجيب سواق واللي مضطرة تعمل واللي مضطرة تعالج أولادها واللي عندها ظروف خاصة لازم تروح المستشفى كل يوم أو تروح عملها، أو حتى اللي هي السيدة التي ترغب حتى بقضاء حوائجها لكن ما تقدر أنه تتحمل هذا، وعندنا طبعا انعدام المواصلات العامة تمتنع كثير من السيدات ومنهم أنا أي يعني اللجوء إلى السيستم الليموزين الموجود عندنا حاليا. فاليوم أنا مجبورة أني أنا أستقدم سائق. طب هذا السائق هذا مجرد وظيفته في حياتي أنه هو سائق، لكنه عايش معنا في نفس البيت، بيسمع حواراتي في السيارة مع أولادي، بيشاركنا كثير من الضغوط نفسها لما نكون نحن متضايقين أو حاجة، هو عنده إحساس أنه لازم يتصرف يودينا مثلا مكان بسرعة أو أنه ربما يرتكب مخالفة موردية أو كده. أنت تخيلي التبعات. طبعا أنا قلت لك مشاكل السيدة المنزلية العادية، أنا ما قلت لك مشاكل السيدات اللي هم مضطرين يوصلوا أعمالهم. فمسألة السائق المنزلي تيجي تقولي لا هي أقل أهمية من العنف، طبعا نظريا هي أقل أهمية من العنف، لكن لما أنا أضطر أنه مسألة حياة أو موت لازم أوصل للمستشفى تصبح ليست أقل أهمية من العنف، لها انعكاسات اقتصادية ومجتمعية. الاقتصادية أنه حنتخلص من كم رهيب من العمالة الوافدة التي لا قيمة لها سوى أنه تركب سيارة وتوصلني من بوينت A لبوينت B، هذا وظيفته في الحياة، وبيكلفني المعاش وبيكلفني الإقامة، ولو أنا ما عندي إقامة الآن يعني مكان يعني يقيم فيه هذا الوافد في منزلي ربما كمان لا أستطيع أني أستقدمه قانونا. يعني أنا مضطرة دحين أنه زوجي أو أخويا، لو كان عندي أخو أو زوج، أنه هو يوصلني عملي. طب وكمان زوجي وأخي هذا هو نفسه عنده عمل لازم يوصل له، فأنت دخيل الإرباك اللي بيصير هيك عن الجرائم والحوادث و فاللي يجي يقول لك انه قضية قيادة المرأة للسيارة قضية ثانوية، هو شخص لا ينظر لها الا من جانب واحد فقط. انا هيك عن عاد العوامل النفسية، لو كان هو مريض نفسيا او لو كان كل يوم يصحى مكشر في وجهك او انه ممكن يرد عليك رد غير لائق او لو كان شخص غير سوي خلقا، فكل هذا بسبب نظرة قديمة جنى عليها الزمن انه المرأة لا تقود السيارة، بدل ما تقعد قدام تقعد ورا. طبعا لا يناسب مطلقا نظرة دولة يعني تطمح للتقدم في القرن 21. عندك تصريح بتقولي فيه في نهاية المطاف سوف تتغير الأمور، فعن أي تغيير تتحدثين؟ اليوم عندك مئات الألوف من المبتعثين حيجونا، حيرجعوا مرة تانية البلد بفكر وبطموحات وبعلوم ومدارك أكثر من السابق لا مقارنة. عندك سيدات متمكنات وفاهمات، هم نفسهم تربيتهم لأبنائهم حتختلف عن السابق،
هو مجرد أن الطفل ينشأ وشايف أن والدته بتساهم في الحياة وبتساهم في اقتصاديات الأسرة، أو حتى بتدعمه هو أنه يدرس التخصص اللي يبغاه أو أنه هو يروح يشتغل في الصيف، هذه كلها انعكاسات إيجابية، بس ما حتبين في غضون سنة أو اثنين. هذه انعكاسات إيجابية جيلية، it's generational، تاخذ وقت عشان يكون الأثر فيها واضح وفاعل. ريم، أنت بتحلمي بتولي وزارة العمل، خلينا نحلم معك ونستعمل كلمة لو. لو قدر لريم أسعد أن تصل إلى وزارة العمل وتصبح هي وزيرة العمل في المملكة العربية السعودية، شو حتعمل يا ريم؟ شو هو مشروعك؟ أعتقد أنه هذه الجملة قلتها في الإعلام مرة قبل ما يجي المهندس عادل فقيه يتولى حقيبة العمل. كان وقتها كنت في الحملة، وكنت كان عندي أمل كبير أنه يصبح التغيير شامل ونتخلص من النمطية في التعامل مع القرارات، وكان عندي نوع من الإحباط. طبعا إذا أنت بتتكلمي على واحد بيسوي حملة لمدة 3 سنوات لابد تجيك لحظات إحباط، فربما يعني كان عندي أمل إنه يحدث التغيير، فكان من 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 الحماس اللي عندي قلت لازم إنه الواحد يدفع عجلة التغيير هذه بإنه يصبح في موقع صنع القرار. وهذا ليس بالضرورة على فكرة الآن، يعني من التجربة اللي استفدتها هذه واستفادوها كثير من الجيل الصاعد الآن، ليس بالضرورة إنك تكوني في موقع صنع القرار عشان تعملي تغيير. التغيير ينبع من الداخل أولاً، تغيري محيطك، تغيري نفسك أولاً، تغيري نظرتك، وبعد كده تبدأ تغيري الدائرة اللي حولك شوية شوية. فربما كنت أعتقد سابقا أنه لا أمل في التغيير سوى بتولي صنع القرار، لكن الآن طبعا الحمد لله يعني أثبت التجربة عكس ذلك، وأنا سعيدة.